سلام عليكم. واحد من الناس عمل جام على صفحة بارادو الفريق الجزائري على الفيسبوك من أجل عيون راضي الجعايدي. الصفحة قاعدة تهبط في بعض الفيديوهات ومركزة برشا على خدمة راضي الجعايدي. تحس أنه إدارة الفريق الباز متاع المشروع متاعها هو راضي الجعايدي. يعني كي تشوف راضي الجعايدي في التدريبات، كي تشوف راضي الجعايدي كيفاش يتعامل مع الملاعبية، تحس وتعرف وتكون متأكد أنه المدرب هذايا مدرب متاع مشروع رياضي، مش مدرب متاع فريق وضعيته ما هيش ماشية جيبه في جولة واثنين وتعيته من هنا وتعيته من غادي وكذا تمشي شوية النتائج وبعد يظهر على حقيقته. لا، راضي الجعايدي مدرب متاع مشروع رياضي. لذا كنت نتمنى ومزلت نتمنى أنه الجامعة التونسية المستقبلية تقدم الدعوة لتتعاقد مع راضي الجعايدي وتعطيه في يده 4 سنين كاملين. هاي يا سي راضي، هذوما 4 سنين أعمل فيهم اللي يظهر لك. احنا ما عدنا حتى دخل، احنا امور اداريه، امور شكليه لا اكثر لا اقل. نحاولوا باش نسهلوا عليك الماموريه، يكونوا ثم اشخاص معاك مثلا يعرفوا كيفاش يستقطبوا اللاعبين المزدوجين الجنسيه، ولو انه راهو راضي الجعايدي في حد ذاته هو بيدو. تصوروا جي مثلا يمشي لاسماعيل الغربي ويحكي معاه وبولتون ودوري انجليزي ودرب في مع الانجليز وراضي الجعايدي وطريقة الكلام متاعه، وتصور انت مثلا تصور فوزي البنزرتي يمشي يحكي مع اسماعيل الغربي، ولا يمشي يحكي مع لاعب صاحب امكانيات كبيرة كيف ما بعض الملعبية اللي اقنعتهم الجامعة المغربية. هذا يستوي صراحة وهذا لا يستوي، وهذاك علاش فوزي البنزرتي قاعد يقدم في الدعوة وتحس ويتفاهم أكثر مع الملاعبية المحليين على خاطر تحسهم نفس العقلية، بينما راضي الجعايدي تحس يتفاهم مع الملاعبية المحليين بما أنه لاعب محلي، كان لاعب محلي، وكيف كيف يتفاهم مع اللاعبين البيناسيونو. هذا المدرب اللي يستحقه المنتخب التونسي. بجاه ربي بينك هكا وبين روحك، تتصور لو كان راضي الجعايدي هو جاء المدرب الحالي للمنتخب التونسي، تتصور أنت الملعبية اللي قاعدة تتقدم لهم الدعوة للمنتخب التونسي والملعبية نتاع البطولة التونسية، تتصور هما بيدهم اللي راضي الجعايدي باش يقدم لهم الدعوة، وبعض الملعبية اللي ما تمتش دعوتهم للمنتخب التونسي اللي ينشوا في أوروبا، تتصور راضي الجعايدي باش يرخي فيهم العين وما يقدم لهمش الدعوة؟ هذا من سابع المستحيلات. نزيدك أكثر من هك، تصور أنت فوزي أو تصور أنت راضي الجعايدي عنده الملعبية اللي موجودين توا على ذمة راضي أو على ذمة فوزي البنزرتي، عنده مثال حنبعل المجبري. حنبعل المجبري اللي ما عرفوش إلى حد الآن كيفاش يتعاملوا معاه السيد تحب ولا تكره. حنبعل المجبري اللي اليوم مع فريقه بيرلي المقابلة اللي انتهت 0-0 أمام فريق ريسا الميزوني في الشامبيونشيب، واللي زوز قدموا مقابلة كبيرة. حنبعل تقريبا خرج في دقيقة 78-79 وتحصل على معدل 7.4/10. إدريس الميزوني مقابلة كاملة 7.1/10. ملاعب يستابل، نحكي لهنا على إدريس الميزوني، ولاعب قاعد المستوى متاعه يتطور، ولهنا قاعد نحكي على حنبعل المجبري. فرشش في المقابلة لأنه بصراحة تزامنت مع مباراة النادي الإفريقي، لكن تفرجت في ملخص مطول. بصراحة اللي قدمه اليوم حنبعل المجبري نجم نقول عليه أفضل مقابلة ليه مع فريقه بيرلي منذ انضمامه من فريق مانشستر يونايتد، وهذا هو ما يسمى بتطور اللاعب، تطور مستوى اللاعب، وما ينجم يتطور كان ما ينجم يلعب. هذا اللي ما صارش مع إشبيليا الإسباني ومع مانشستر يونايتد، بالرغم أنه مع مانشستر لعب أكثر من إشبيليا، لكن حنبعل مستحق مدرب يقول له أنت راك الكل في الكل، أعمل وهاني معاك، أغلط وهاني معاك. ثم نوعية متاع ملعبية في البداية متاعهم يستحقوا مدرب بالعقلية هذه. حنبعل يلقى المدرب اللي حشتو به، وهذاك علاش المستوى متاعه قاعد يتطور. على فكرة اليوم كتفرجت في حنبعل ثم ميزة جديدة كنت نستنى فيها في اللعب ولقيتها فيها اليوم. حنبعل تحسه ديما يتحرك يمين يسار يفك يعملهم الكل، لكن اللي كتجيه الكرة
ويفسخ لادفرسير. هذيك ديما نخسح انا بعد تحسوا الملاعب مازال خايف، تحسوا ما عندوش يرا في روحه، ما عندوش الامكانيات باش يفسخ لادفرسير، ينجم يفك لي كره، ينجم يكون اقوى مني كوستو عليا. لذي ديما ثم اوبستاكل قدام حنا باع المجبري تجرد مش شيء. هذايا اليوم في ثلاثة مراوغات حنباع، الثلاثة كانوا ممتازين، حنباع قدم زوز تمريرات كلي، يعني اليوم كان ينجم يكون وراء هدف الفريق وبرلي وهكا يزيد يبرز أكثر. هذا اللي قاعد ينقص حنباع. المشكلة متاعنا احنا كجمهور المنتخب التونسي اللي حبوا الملاعب كان على طريقتنا احنا، يعني هو ملاعب واحد ونحبوه يكون عنده ألف طريقة تعجبنا، ما وحنا عدنا ألف فكر للملاعبي هذيك، يزم يكون عنده ألف طريق باش يعجبك الألف فكر، وإلا ما هوش ملاعبي. وأحنا وعلى شكون نرضاو؟ مثلا ملاعبي راضين عليه اليوم قدم مقابلة دون المتوسط خارج الموضوع، ليه ليه عادي، شنو هو المشكل؟ يمر اللاعب بباساج فيدو وذايا مثلا ملاعبي كبير، والله والله أقسم بالله لهنا لاني نحكي على يوسف المساك، نحكي على الملاعب اللي يكون راضين عليه والملاعب اللي يكونوا مناشة راضين عليه. كان راضين عليه رانا نلقاو له ألف سب، والألف السب اللي نلقاوها له تبدأش ثم منها 999 الملاعب آخر نحيوهم له ونزيدوا له ألف سب نتاع فشل. الآخر مناش راضين عليه اليوم يبرز بشكل كبير مع فريق وجي للمنتخب التونسي أول مقابلة خارج الموضوع، ليه يوينو يفلم علينا مع جمعيته ويفلم كذا، يوينو مع المنتخب، ليه ذي الطريقة اللعب متاعه ما تتأقلمش مع المنتخب التونسي؟ علاش مثلا ما تقولش خليه نصبر عليه مقابلة واثنين وثلاثة واربعة، ويحس الملاعبي انه الجمهور يصبر عليه وراضي عليه ويعرف انه عنده امكانيات كبيرة. لو كان نتعامله بالطريقة هذه مع جميع الملاعبية بالرسمي تو يولي عدنا منتخب التونسي بالفم والملاي. نفس الشيء راضي الجعادي كما قلنا، تصور انت عنده حنباع المجبري، تصور انت عنده ادريس الميزوني، علاش ما تتقدملوش الى يومنا هذا الدعوه ادريس الميزوني؟ تصور انت مع علي العابد اللي اليوم اول مقابله ليه اساسي مع فريق نيس، مقابله كامله معدل 7.1 من 10، مقابله اكثر من محترمه، من غير ما ننساو الياس الصخيري، من غير ما ننساو عيسى العيدوني، ايام فاليري، كيف كيف الملاعبيه اللي قدم المساكني لوجوا على ملاعبيه في خط الهجوم. هاك تشوف انت على سبيل المثال اليوم حمدي العبيدي، حمدي العبيدي ما ظلمته كان اداره النادي الافريقي، لانه لولا اداره النادي الافريقي السابقه راهو اليوم النجم نقولوا عليه المهاجم رقم واحد في المنتخب التونسي. وراني عمري بالعمر، والله عمري بالعمر لنجي لملاعبي على خاطر زعما في النادي الافريقي هو ما يستحقش باش ندز معاه، ما عم بالي بحتى واحد. وقت اللي الخضراوي في النادي الافريقي قلتش الخضراوي مع الملاعبيه في الجانب الايسر ما عندوش بلاصه، ما عندوش بلاصه. وقت اللي تقول، وقت اللي يكون ثم العشوري، وقت اللي يكون سعد، وقت اللي يكون سيف الطيف، وقت اللي يكون يوسف المساكني، الخضراوي ايش يعمل غادي في المنتخب التونسي؟ نفس الشيء متاع البقلاوه، نفس الشيء متاع البقلاوه بلال الماجري، ايش يعمل في المنتخب التونسي؟ هذوما راهم ملاعبيه يطيحوا قيمة المنتخب ويصبح المنتخب ما عندوش قيمة. كل من هب ودب يلبس مريول المنتخب ويجي يولي حتى لماركيلك بونتو يقول لك والله يستحق المنتخب واللي يعطي أسيس واللي قدم مقابلة باهية. مش هذا المنتخب اللي لوجوا عليه، المنتخب اللي لوجوا عليه اللاعب اللي قدم موسم كامل خارق للعادة وقتها يولي يحلم باش يمشي للمنتخب التونسي ويتقمص ألوان النسور، مش يعدي لك مقابلة واللي يعدي لك اثنين باهين يقول لك والله نستحق. وحتى ثم اسمه هو الملاعبي متاع النادي الرياضي الصفاقسي، ثم الصفحة المنسوبة للنادي الرياضي الساحلي وضاح الزيدي قال لك اخدم على روحك يا وضاح وبلاستك واضحة في المنتخب التونسي. هذا هو للأسف الشديد، كل واحد يضرب بالبوني على الملاعبي اللي ينتمي للجمعية امتاعه. مرة أخرى نعود نقولها، مستقبل المنتخب التونسي يتمثل في راضي الجعادي. حلقتنا اليوم وفات في ختام الحلقة كالعادة، البياري ما تبقى كمش يقولكم تحية تونس، تعيش تونس، كلنا تونس، والسلام.